أنا مستغربة اليوم بنشاط أختي. لا شو لا بنشاط أختي. على فكرة بعد ما طلعت أنت فايت أنا والله. لأنه فايقة بكير و... وأنت رايح جايب بغراء. أنت من يوم يومك نشيط أختي أنا يعني. زين شو زيت على البقالة بعدك شوي. زيت على البقالة ضحكني هذا تبع صاحب البقالة شو دخل هالشكل. قلت له يا زلمة بقى جيب المادة الحمراء خلصني. لك قال لي يا اخي كل يوم عساس تجي ما بتزكى. قال لي تعال ادلك على مكان بتروح بتلاقي عنده مادة الحمراء. اوكي عندنا سوبر ماركت بعيد من هون 3 دقائق محمقه هذا. قال لي لا تنسى جيب لي كمان معك سرا. قال لي لا تنسى كمان جيب لي معك تنتين. لا احذروا شو لا مسويين متة وعم يشربوا متة وسيدة هون مسويه فنجان نسكافيه. سبحان الله كنت عم اقول لهم الصبح انه انا كثير مشتهيه المتة ومشكله المكان بعيد وما في متة وهيك. لكن انا لك هي الحبه الصغيره عم تطلع لي نفسها هون. لكن انا لانه عنا عيد ميلاد اليوم فحابين يروحوا يحتفلوا معنا. بس قلت اليوم عنا كثير شغلات لازم نسويها عن جد. يوم بس انا اليوم ضروري كثير انزل على النادي وضروري كثير روح على عن جد لازم انزل ضروري كثير روح على عيد الميلاد ضروري انه ننام بكير ضروري انه نروح لعندي وضروري انه يا الله لا انا برايي انا هلا بدي اعطيك حل تمام هلا المفروض انا بدي اقوم اسوي لي فنجان نسكافيه لاني انا ما مالي متحمله استنى على الدور ويجيني دور المتة عمار وينه المتة جبته راح اقوم اسوي فنجان نسكافيه شو رايكم بالفريز اليوم لا انت كان المفروض تسوي لي معك نسكافيه وتفيقيني تذكر لما كنتي مرة هيك تسوي نسكافيه وتفوت يعني هذا قانون جديد ما بتحبي تفيقي حدا حبيت اختي هلا اول شيء بدي كتير طيبة بس مشكلتها هاي البسكوتة كتير بتعب هي جايب 2-1 بلا سكر ممكن نسا لما نحن فاتحين حديث انه مثلا انه ليش نحنا ما مروح لعن جيجي ليش جيجي بتيجي لعنه انا بقولكم ليش لانه جيجي لحالة ايوه اما نحنا يعني هي اخف مو لحالنا هي اخف نحنا 3 اشخاص ايه اما هلا بس نعكس الاية حصير انا يوم هوني ويوم عن جيجي يوم هوني ويوم عن جيجي مين معك بهالخطة ما حدا كلنا انا صحت العلاقة معك بالخطة انا صحبت البيت صحبت العلاقة معك بالخطة فامبارح بس رحنا امبارح كم ساعه قعدنا شي ساعتين بعد ما طلعنا من الكوفي وخلصنا شده رحنا عند جيجي ساعتين بعدين المفروض انه اساس بدنا ننام هناك قلت لها لا خلص جيجي امي نروح على تختنا بعدين نيجي على تختنا الثاني عندنا تختين عند جيجي وهون ف قلت خصوصي انه كان يعني اليوم عندنا عيد ميلاد انه مشان لما بنطلع على مكان نكون كلياتنا سوا خلاص وطالعين على مكان قول ستي قول جدتي شو خلاص شو خلاص بطلت روح لعندك يلا ها كنت
كل اسماء بتبري عاملين هلا برنامج يومين عندي ويوم عندهم خلص هن ثلاثه انت بكره شخص واحد لانه بتقلي يعني منه بتقلي اعملي برنامج انه يومين عندي ويوم عندهم هون ايه لانه هن ما بيملوا يعني يجوا هن بس انه انت نامي يعني. ايه يعني بس انه قصدك انا الاصل قصدك عنا مشاريع عنا مشاريع عنا بيزنس هلا هو اللي بيسمعني بيصدق وفكر خربين الدنيا والله لا خربان الدنيا والله الدنيا خربانه يزعل خلا يزعل وي وي اعرف كم مليون مش لازم اعمل هلا سوي فطور خصوصي انه عمار جايب مقدوس انا بس شوف المقدوس بضعف بضعف وبصير بدي اسوي فطور بس خليني شيل النايلون بس قبل كل شيء لازم اعمل هالحركة حركة اني انا فتت على المطبخ بس تشوفوني عملت هالحركة خلص اسراء فاتت على المطبخ ليتس جو سبايا اوكي لا انا اشيل الجيلاتين اول شيء معي رحت المقدوس بتشهي بتعرفوا انه نحن ما عاد اكلنا وين بتبلى ما عاد اكلنا خبز ابيض بناكل توست اسمر بتعرفوا لما بتعرفوا عن جد صار زمان ما اكل خبز ابيض مش شايف كم ظلم سيسي محرمه محرمه بسرعه شوي صعب محرمه مليت من اوه زيتون مش شوي سلام صار لي زمان على هذا الفطور قلت له على فكره هذا اطيب فطور عندي الزيتون واللبنه والمقدوس والمرتديلا والبيض الخضروات بدي امسح اللبنه هون طلعت الزعتر وجبنة الكيري والزيتون الأسود والبيض لأنه جبنة الكيري عمار وسيدرها كتير بيحبوها الزيتون الأخضر المشوي وكمان الزيتون الأسود بس حاول تغير معي طول اليوم ما بقى تحكوا معي لا ما بقى تحكوا معي خلص أنا حلت يعني هلا شو انا خاف ولا شو؟ لا يعني اكيد لك انه متاكده انت من خيالك وقرارك؟ انا اعوذ بالله من كلمه انا لما باخذ قرار باخذه للقرار رح اسوي بيت اي ساعه بتاخذي الساعه 1:30 لا لا كثير هيك لا وين طاقه امبارح؟ مين سرقنا اياها؟ ما بعرف الطاقه تبع امبارح سرقت سرقه ما بعرف ما بعرف لا عادي بس تفطري بترجع بتحطي راسك وبتنامي لا بس تفطري بصير عندك هيك طاقة جديدة لا تخلى يزعل وي وي والزيت وي 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 وي
يسرى. مليت من طول الهجر. هاي الغنية أنا لازم تطلع من راسي. وأنا منعي. خلاص بكفي. بتكون بيضة عيون ولا خفة؟ لا عيون. سكرا. إسراء. هلا. إسراء. شو عم هي هيك شايفين الاولاد الصغار بتضل هي بتفي عندها طاقه انا رفيقتها في عندي طاقه كبيره كبيره من كتر ما طاقتي كبيره ما صار حدا يحاكيني يا في عم نق بدي مين يرد عليه ايه وبدها مين يرد عليه شو جد بنت عمرها 17 سنه 18 سنه قصرتكم ولا عيب عيب بس المهم ضمينا الحبير احنا ثلاثه لا انا كنت اخر مره المهم ضمينا انا قصه متاخره خيرا من اللاطفه ليكو انا يعني كيف بدي اقول لكم حماره خفيفه ما انتوا حمير كبار لا بالعكس انت حماره كبيره لانه الختيار كان بايدك فانت دسمه حماره دسمه يا الله لا بلا خلص تعالي حاكي اتركوني قصر الحمير هلا برايي ما بقى نفتحها اسراء خلي الواحد درهم معك ظبطي امورك فيها بين ما تضبط الحياه شوي يا الله جيجي مالك الاك مالي قلت لك شو الليره جيجي الليره اه الليره بتتذكريها الليره ليره لما اشتري بليره ولا ده لما حتى 3 دراهم لا تدفع شيء أبداً. بلق شدك على كم؟ بلق إيه والله بصراحة يعني كتير غني. بس عندك مجال اللي بتدورها؟ بتدور كمان. شوفي يعني. شوفي. طلع بوالين بتدف. إسراء أنا ما بدي أفطر. إيه أوكي. إذا ما بدك إذا هلا بتصير. إذا بيصير الأكل على الطاولة. بتمدي إيدك يا ويلي. حبيب دسام. إسراء حميرة يعني نا أمي. انا حمارة انا حمارة بس حمارة جسمي لانه بس هيك لاخر لعبة انا ضميتها فريق اه اتركوني انا بعرف شو عم بعمل انا عن جد لانه لو كان بدي احط ختياري طني من اول لعبة بطلت تخاف مني بالله يعني حتبطل تخاف مني حتى خلاص يعني اترك الختياري اترك الختياري ما فهمت الأصماني زي معلش بس خليها ضني بس المهم خليها عندك ما انا سويت اول مرة اكل ختيار يا الله انا شفت عليك في ضرب بارج انا بدي لا بس انه خليها تخاف حتى لو كل ختيار كلها طش يجي لعندي تاكل ياسين بس بدي اياها تضل انا ما في داعي اجيب المهم سيدرا هي تجيب المهم انه تامن على حالها بدي احط هلا المقدور لا تخليها يزعل وي وي والله زعلان كثير يا جماعة الحياة صعبة يا جماعة لا طولي بقى ولا على فكرة الحياة سهلة وكتير حلوة بس نحن بنسهلها ونحن بنصعبها برافو علي من فيتك تروحي على بالي يا ايه بدي على فكرة يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله انا عم خطط بس مو هلا ما بعرف ايمت حبة روعة بالي على بالي روعة بالي بس زر ايمت عن جد حبة روعة بالي السنة الجاية ان شاء الله لا بلا شهر 12 ليه بيكون برد مو هنيك بيكون برد لا السنة الجاية اكتبولي باندونيسيا انو تواريخ او انو اشهر هاي اللبنة هاي مو لبنة هاي جبنة كيري والله اه على بالي لبنة بيكون كان مفروض شو تعملي الجو فيها حلو اللبنة بدي احط لنا زيت و سماعة حركات هلا عم اشهر المكدوس مشان ما يتعذبوا مشان ما يتعذبوا هاي زيتون المشوي هن عم بيقطعوا هي ماني دوية دوية اكيد ما هنطعمك اياها لانه بعيدة شوي شلون؟ طيبة صح؟ منيح طيبة أنا علي بس أجيب هدول يبوني شو؟ على فكرة أنا عم أقطعه لأنه المندوس قاسي إيه صح والله حماية مشان ما تتعذبوا شايفين كيف ما بحبكم تتعذبوا؟ عمار لو سمحت بدي محرمة لو سمحتي بدك معي لو سمحت يعني ملي